رئيس الجمهورية برهم صالح أكد فقط على قضية قانون الانتخابات وقانون المحكمة الاتحادية، لماذا برأيك لم يشر إلى بقية التشريعات الضرورية المصاحبة لأي انتخابات مبكرة لا سيما في قانون الأحزاب؟ طبعا أعتقد أنه ربما غفل السيد رئيس الجمهورية عن هذه النقطة المهمة. نحن شهدنا في كل انتخابات سابقة كان هناك تأثير للمال السياسي والسلاح، لابد أن يكون هناك قانون أحزاب واضح ويحدد موضوع التمويل للأحزاب مثل ما هو موجود في كل دول العالم، حيث تكون تمويل أحزاب من قبل الدولة العراقية، وهذا سبب رئيسي من أسباب الفساد في الحكومة العراقية هو عدم تشريع قانون واضح للأحزاب، لأن عدم وجود تمويل أدى إلى لجوء هذه الأحزاب إلى جهتين من التمويل، الجهة الأولى عبر الفساد في الوزارات التي تكون محصلها في الحكومة، والمحاصصة هي الأساس لكل خراب تم في العراق، والأمر الثاني اعتمادها على الدول التي تنسجم مصالحها مع هذه الأحزاب والتي تنفذ هذه الأحزاب مصالحها على حساب مصلحة الشعب العراقي. بالتالي لماذا برأيك أستاذ دكتور، لماذا برأيك حينما حدد مصطفى الكاظمي موعد للانتخابات المبكرة في حزيران ذهب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي نحو الدعوة إلى انتخابات أبكر، بينما حدد السيد هادي العامري ودعمه بذلك الشيخ قيس الخزعلي موعدا بما هو أبكر وقال ربما في نيسان 2021؟ هذا التقاطع والبحث عن انتخابات مبكرة وانتخابات أبكر كيف يمكن أن نفسره؟ طبعا الحقيقة أن هناك مصالح لبعض الأحزاب والتيارات السياسية، ولكن عموما من مصلحة المواطن العراقي أن تكون هناك انتخابات مبكرة، على أن تكون هذه الانتخابات في ظروف موضوعية لكن الانتخابات المبكرة بحاجة إلى توافق في آلياتها فيما يتعلق بالتشريعات المطلوبة، فهل يعني الصراع ما بين المبكرة والأبكر ومواعيد ربما أبكر من المبكرة والأبكر، يعني هل هذا يعني أن هناك خلاف سياسي حاد غير معلن ربما سيواجه كل أدوات إجراء انتخابات مبكرة؟ طبعا الحقيقة هناك خلاف سياسي في داخل الكتل السياسية، وهناك خلاف بين دول داعمة لهذه الكتل السياسية أيضا، وهناك خلافات في داخل المكونات نفسها حول إجراء الانتخابات، وبالتالي أعتقد أن استكمال قانون الانتخابات هو ما سيكشف عن وجود تسوية أو توافق بين هذه الكتل. الخطوة الأولى هو تعديل قانون الانتخابات، والذي أعتقد أنه يواجه عقبات كثيرة بسبب تقسيم الدوائر الانتخابية ووجود أقضية متداخلة، وجود مناطق متنازع عليها، بالإضافة إلى أن ما يطرح الآن في البرلمان حول تقسيم المحافظات إلى 3 دوائر أو 4 دوائر، أعتقد أنه لا يلبي طموح المواطن العراقي، ونحن نريد تمثيل فردي، والتمثيل الفردي يحتاج إلى دوائر انتخابية بعدد أعضاء مجلس النواب. طيب قلت بأن هناك دول دكتور هيثم مؤثرة في مواعيد الانتخابات ومختلفة مع بعضها، لأنه إحنا نعرف أن الأحزاب نعم مختلفة مع بعضها البعض ومشكوك بجديتها بالأساس في دعم خيار الانتخابات المبكرة، لكن قضية أن هناك دول لم تتوافق على موعد انتخابات مبكرة، بعضها مؤيد وبعضها مختلف مع الفكرة، من تقصد؟ يعني أنا لا أريد أن أذهب بعيدا بهذا التحليل، تبقى الإرادة للأحزاب السياسية، ولكن هناك بعض الدول مثل الولايات المتحدة التي تواجه قرار البرلمان بخروجها من العراق، أعتقد أن حل هذا البرلمان والقدوم ببرلمان جديد سوف يكون من صالحها، ونحن نعلم أن السيد رئيس الجمهورية ربما هو قريب الولايات المتحدة وينسجم مع هذا التوجه. ما طرحه السيد الكاظمي أعتقد فترة كافية لإجراء كل الإصلاحات بعيدا عن أي ضغوط خارجية أو داخلية. نحن نحتاج تعديل قانون الانتخابات، نحتاج تشريع